حسام معتمد حكم قاري، كنا في اختبارات الشارة الدولية برنامج الجي ار تي بي في الناظور المقام على هامش بطولة الأندية أبطال الكاس، كان من الفترة من 20 حتى 31. الحمد لله اجتزنا الاختبارات بنجاح. كان بيشارك في الكورس دون طقم من المغرب وطقمين من مصر، طقم بنات وطقم صبيان، وكان في طقم بنات من طقم البنات من ال... طقم البنات على طقم البنات